إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد ليلة الجمعة من كتاب دلائل الخيرات لسيدي الجزوري الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم ودون حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم أصلك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبل سيدنا إسرائيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبل سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش. وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا بالكفر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرساه والبحار مجرى والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زينة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألحاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم
من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد على الرياح الدارية. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين السماوات. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقل من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد على ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما من سبع بحارك، وصل على سيدنا محمد من سبع بحارك مما حملت وأقل من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد على أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأراضين وشرارها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على اضطراب المياه العذبة والملح من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد على ما خلقته وعلى جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها سلالي ما خلقته وعليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وبضعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على فقران الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على كل بهيمة خلقتها على جدير ربك من صغير أو كبير في مشارق الأرض وغاربها من إنسها وجنها وما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد على خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يخشى وصل على سيدنا محمد النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد شاب ذكي وصل على سيدنا محمد كهربائيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في النهر الصبية وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم أعط سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم أعظم برهانه وشجر بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته تحت لوائه واجعلنا من فقائه وأردنا حوضه واسقنا بكأسه وأعلى محبته. اللهم آمين. وأسأل بأسمائك التي دعوت بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفته مما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة، ثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على عبد محمد، فهو عزتي وجلالي ووجودي ومجدي واكتفائي، كل حق صلى بي قصر الجنة. ولا يأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهي كالقمر ليلة البدر، وكفه كفك حبيب محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. وفي رواية: اللهم إني أسألك بحق ما حملت وسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك فأنزلته في كتابك واستغفرت به يوم البين، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلمت، وعلى النهار فاستنارت، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة تذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك من سألك لي سيدنا محمد النبي، وأسألك من سألك لي سيدنا آدم النبي، وأسألك من سألك لي أنبياءك ورسولك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك من سألك لي أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مرمية والأرض مطحية والجبال مطحية والعيون منفجرة والأنهار منهارة والشمس مطلية والبحر مضيئة والفواكه مميرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أعصابك المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة لكل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على كل قطرة تقطر من سماوات إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على محبة الرياح وعلى أن تحركت الأشجار والأوراق والزهور وجميع ما خلقت في قرار حمد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على المقدر والمقدر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من تارك السبع مما لا يعلم علمه إلا أنت ومحمد خالق إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالق إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وأنفاسهم وأنفاسهم من يوم خلقت من الجن إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثراء الجن والملائكة من يوم خلقت من الجن إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الطيور وعدد الوحوش والأكل في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 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 سيدنا محمد وعلى آ
ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلى على سيدنا الإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ولم يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل على سيدنا محمد الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد ملاك على يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. في تكملة على الورد بتاعنا، في تكملة لأن التطبيقات مختلفة. نقبل من يوم السبت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمود لدي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلغ حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم ارحمنا واحفظنا في زمرته واسقنا من كأسه وانفعنا بمحبته. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغنا أفضل السلام وجزنا عنا أفضل ما جزيت به نبيا ومسيا يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء، إنك على كل شيء قدير. برحمتك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ورضي الله عن أزواجي الطاهرات أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أصحاب الأعمال أئمة الهدى ومصابيح الدنيا، وعن التابعين وتابعي التابعين وإحسان الدين. والحمد لله رب العالمين. هكذا ينتهي ورد الجمعة، ونبتدي بقى ورد السبت من أول اللهم رب الأرواح. فهي بتختلف على حسب النسخ. هو في إشكالية في دلائل الخيرات، إن سيدنا الجاسوسي كان كلما قرئ عليه في حضوره يزود ويغير، عشان كده كثرة النسخ. ساعات يروح مزود من حتة هنا ويني حتة مكان حتة، يعني كان دائم التعديل فيه. وعشان كده كل ما تجيب نسخة من أي بلد وأي طبعا تجد فيه تفاوت خفيف، ما تلاقيش فيها تفاوت، يعني ما تلاقيش بالظبط، يعني حتى في بداية الأحزاب ونهاية الأحزاب ونهاية يوم السبت أو يوم الجمعة. لكن النسخة بتاعتي دي كما تلقيناها احنا من شيخنا بأول الترتيب، يعني بأسانيد متصل تصل إلى أحفاد الشيخ الجازوني نفسه، خدناها منه في مدينة مراكش لما التقينا في مسجد اللي مدفون فيه سيدي عبد الجاسوسي، وكذلك كما تلقيناها من السادة العقيفية اللي هم تلقوها عن طريق شامبورش قليل كان معاصر للإمام الجاسوسي، وكان من تلامذة سيدي العفيفي على 700 سنة، فمن غرائب الأسانيد فتلقاها منه. ودي أسانيد غارقة من غرائب الأسانيد. وسيدي عبد الوهاب العفيفي ده جدي من ناحيته، توفي سنة 1176 هجري، يعني قبل الحملة الفرنسية اللي جت لمصر بحوالي 60 أو 70 سنة، في عصر المماليك رحمه الله. لكن هو كتاب دلائل الخيرات من الكتب المجربة على مر العصور التي تحمي الإنسان من فتن زمانه، ثانيا تضمن له حسن الخاتمة. لا أحد يواظب عليه إلا وحسن خاتمته. وربنا نجى من فتن زمانه. عشان كده احنا عايزين نربي أولادنا على التعلق بهذا الكتاب، لأنه كتاب مجرب، لأن بتبقى دائم ومكثر من الصلاة والسلام على الحبيب. وكثرة الصلاة والسلام على الحبيب تؤدي إلى زيادة التعلق به، والتعلق به يؤدي إلى نزع الدنيا من القلب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يقول إيه؟ يا
يعني بيبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي إني أحبك يا رسول الله، فقال إذن أعد للفقر تكفافة، أعد للفقر تكفافة، يعني الفقر إلا لله، وطالما الإنسان افتقر إلى الله صبرت الدنيا فقرا. فهذا الكتاب من ضمن الأدوية النجعه التي حذرنا النبي أن إحنا هنتنافس الدنيا حتى تهلكنا، كما قال: ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا تتنافسون فيها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. فاللي عايز يخرج من هذا التنافس المهلك يتعلق بالنبي تعلق زاهد، ويحب النبي ويتخلق بأخلاقه ويكسر من الصلاة والسلام عليه. دي من ضمن الوسائل المهمة اللي يجب على كل مسلم يربي نفسه عليها، وينصح أحبابه وأولاده إنهم يواظبوا عليه، وربنا ينجينا من فتن زماننا. وكلما اقترب نهاية الزمان كلما زادت الفتن وتلطمت أمورها، فربنا ينجينا ونجيكم. هل تحتاجوا ترجمة لهذا؟ لو محتاجين تحديدك عندنا أو عندنا أبو مسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك الشيخ expliquait au départ que dans les différentes versions de Dalail et le Khayrat, souvent on trouve beaucoup de versions différentes. Cela, ça s'explique parce que à chaque fois qu'on lisait le texte de Dalail et le Khayrat sur l'auteur, l'imam al-Jazuli, rahimahullah ta'ala, il rectifiait une version, il rectifiait un mot, etc. L'agencement du texte. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de versions différentes dans les textes entre le wild du Jumara, le wild du samedi, du dimanche, etc. Il nous explique que le fait de lire Dalail al-Khayrat, ça protège des fitnas de notre époque, les fitnas de chaque époque. Et que celui qui lit constamment le livre Dalail al-Khayrat, là, il aura une bonne fin. Il va avoir une bonne fin. Et ça, c'est un livre qui a été expérimenté à travers les âges. Et le fait de s'attacher fortement au prophète alayhi salam, ça enlève la dunya du cœur. Il a cité un hadith où une personne a dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, vraiment je t'aime beaucoup. Alors il a dit: dans ce cas-là, prépare-toi d'office à la pauvreté. Mais dans le sens à la pauvreté envers Allah seul. D'accord ? Donc en fait, il nous explique que la salat al-Nabi, ça nous préserve d'être dans cette mauvaise concurrence pour la dunya. Comme il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam: ce que je crains pour vous, c'est que vous ayez une concurrence pour la dunya. Mais celui qui s'attache beaucoup à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas dans ça. Donc il faut qu'on éduque nos enfants par rapport à cela, inshallah. جزاكم الله خير. أهديت هذا الكتاب بالتيسير المعين لشرح معاني منازل السائرين للسيد الوالد الحاضر معنا، و يعني قرأ فيه فأثنى عليه. كتاب منازل السائرين كتاب للشيخ بإسماعيل العروي الحنبلي عبد الله محمد الهروي الأنصاري. الهروي نسبة لهراء، هراء دي جنب كابول اللي هي عاصمة أفغانستان، خرج منها علماء كثيرين نسبوا إليه، فكل عالم نسب للهروي ما من هراء، وهراء دي اللي هي تعتبر كابول حاليا في العصر الحالي عاصمة أفغانستان. فدخل الإسلام فيها قديما وأخرجت كثير من العلماء. فكتاب منازل السائرين إلى رب العالمين، لا شك أن الإنسان في حياته يسير سيرا داخل نفسه حتى يصل إلى الله اللي هو أقرب إليه من حبل الوريد. فالله أقرب إليك، أنت البعيد وهو القريب سبحانه وتعالى.
فلتخرج من بعدك وتقترب لابد أن تمر على منازل كثيرة. من هذه المنازل يعني جمعها العلماء قبل سيدنا أبي إسماعيل الهروي متفرقات، فأراد أن ينظمها سيدنا أبي إسماعيل فنظمها على عدة مراحل وأبواب وسمى قسم البدايات. وجعلها على تقسيم غريب شوية لكنه لطيف، وهو المقصود بالتقسيم هنا للدراسة، ولكن الحقيقة أن ممكن ربنا ينقلك في لحظة من أقصى البعد لأقصى القرب في لحظة، لكن هو التقسيم هنا فقط للدراسة وللتقريب. فجاء بقسم البدايات وقال إن يبدأ بباب اسمه اليقظة، وباب التوبة، وباب المحاسبة، وباب الإنابة، وباب التفكر، وباب التذكر، والاعتصام، والفرار، والرياضة، والسماع. كل قسم 10 أبواب، وهو عملها على 10 أقسام كأنها 100 منزل، 100 منزل، حتى تسافر الإنسان، يسافر الإنسان من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، ثم تسافر النفس اللوامة. النفس اللوامة بتوقفك بلومها عندما تقصر في الطاعات أو ترتكب المخالفات، وتظل تلومك حتى تدفعك للكمالات. فإذا وصلت للكمالات صرت على أبواب الكمالات. فيجي بعدها قسم الأبواب، يبقى قسم البدايات ده سفر النفس الأمارة حتى تصير لوامة. فإذا صارت نفس لوامة تقف على أبواب الكمالات، ويبدأ بالحزن والخوف والإشفاق والخشوع والإخبات والزهد والورع والتبتل والرجاء والرغبة. فإذا فتح لها الباب دخلت في التعامل مع مولاه، صارت نفس مطمئنة. بعد النفس اللوامة تصير نفس مطمئنة. النفس المطمئنة اطمأنت لمولاه ولتدبير مولاه، لا اعتراض عندها للتدبير ولا اعتراض عندها في الربوبية وخصائصها، فلا تنافس الربوبية في خصائصها. كثير من المسلمين وهو بالرغم أنه مسلم يجد بعض أقدار الله في أحوال الناس يعترض عليه ويقول لو فعل ولو كان ولو، لكن النفس المطمئنة ليست عندها أي تعديل أو ترتيب تريد أن تغيره غير مراد الله، لأن الواقع هو مراد الله. فإذا اعترضت تكون نفسك ليست فيه وصل إلى المرحلة المطمئنة، ما زالت مضطربة. وبالتالي إذا عبرت النفس اللوامة تدخل في النفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة تبدأ تتعامل مع الله، فعمل قسم المعاملات. وبعدين بعد قسم المعاملات، لما تتعامل مع الله في قسم المعاملات بالرغبة والمراقبة والحرمة والإخلاص والتهذيب والاستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم، تنتقل بعد ذلك إلى النفس الكاملة. والنفس الكاملة هي النفس المتخلقة بالأخلاق المحمدية، وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب إيه؟ قسم الأخلاق. وهكذا هذا الكتاب مشي على هذه الأحوال حتى أنه يعني قسم الطريق إلى الله إلى 100 باب، إلى 100 منزل حتى تصل إليه. هذا لو سرت المنازل بنفسك، أما إذا سرتها بالله فقد يختصر لك الكثير وينقلك الكثير. ولذلك علينا أننا نستعين بالله، ولكن هذا التقسيم للدراسة فقط، ولكن ليس للواقع. الواقع في ربك يفعل ما يشاء، ينقل. يعني كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم الكافر المشرك اللي بيعبد الأحجار بنظرة من النبي، ونظرة للنبي ينتقل إلى حال الصحبة، وحال الصحبة أعلى من مقام الولاية في لحظة. ولذلك تجد أن الآيات القرآنية كانت لما يجي الكلام في النبي يقدم التزكية قبل العلم، لكن لما تنزل تمشي بالمنطق العقلي لابد تتعلم عشان تتزكى. عشان كده سيدنا إبراهيم قال إيه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قدم العلم على التزكية، لأن هو ده المنطق، تتعلم تتزكي. لكن شوف بقى ربك، النبي بيبين إن النبي له حل آخر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. قدم التزكية على التعليم، لأن نظرة من النبي تزكيك في لحظة قبل أن تتعلم. فالنبي الوحيد في سائر الأنبياء من خصائصه أن يزكي قبل أن يعلم، وسائر الأنبياء السابقين لم يعلموا فيزكوا. ولذا الصحابي بنظرة من النبي يتزكى، ثم يأتي العلم بعد ذلك. ودي من خصوصيات النبي قل من نبه عليه، أن جميع الأنبياء يعلموا ليزكوا، والنبي يزكي قبل أن يعلم بنظرة. عشان كده يقولوا ان النبي يربي بالنظر صلى الله عليه وسلم. Et donc maintenant, le cheikh nous présente un peu le livre qui s'appelle Manazil As-Sa'irin, Le Sentier des Itinérants. Ce livre écrit par le cheikh Ismaïl El-Haraoui. Abi Ismaïl. Qui est donc Haraoui, c'est la région qui est actuellement Kaboul en Afghanistan, d'où étaient sortis beaucoup de ulama à l'époque. Et donc ce livre, donc Le Sentier des Itinérants, donc, comme son nom l'indique, c'est pour dire que chaque être humain chemine vers Allah Azza wa Jal, chemine en lui-même vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et donc il y a plusieurs étapes. Ces étapes, elles avaient été citées par les savants avant le Cheikh Haraoui, l'imam Haraoui, de manière éparpillée. Mais l'imam Haraoui, il les a bien organisées. Donc, ces étapes-là, on les apprend, il les a passées en revue rapidement, elles sont au nombre de 100, mais c'est juste pour apprendre, c'est de manière pédagogique. Mais on peut les passer, on peut sauter ces étapes-là, c'est parce que Allah Azza wa Jalla fait ce qu'il veut, et il peut nous faire passer toutes ces étapes. Donc, il a passé en revue les différentes étapes, donc il y a 100 étapes en tout, divisées en 10 portes. Donc, à commencer par le qu'est-ce qu'on appelle El Bidayat, donc le commencement, de sortir de l'âme, de la, ce qu'on appelle, comme vous savez, il y a trois types d'âmes. Donc, l'âme bestiale, Nafsul Lawwam, c'est l'âme qui fait des péchés et qui est content de le faire, qui ne t'ordonne que le mal. Donc, il faut sortir de cette étape-là. Pour passer, Nafs Amara Bissou, Awalan, Nafs Amara Bissou. Il y a Nafs Al-Kafir. Non. والنفس العاصية يدل الأمراض. نعم. ça c'est l'âme du mécréant. ça c'est qui ordonne le mal. ensuite donc se déplacer vers النفس اللوامة, donc l'âme qui te fait des reproches. donc ça c'est une deuxième étape. نعم. ensuite il y a قسم الكمالات. quand on dépasse ce stade là de النفس اللوامة, النفس qui se fait des reproches, on passe à النفس كاملة. donc et dans ça aussi il y a plusieurs étapes. ensuite النفس المطمئنة, l'âme qui est apaisée. Et quand on est en nefs mutma'inna, là maintenant on est, comme son nom l'indique, une nefs qui est apaisée et qui est satisfaite du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne cherche pas à concurrencer ni à protester contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce que Allah a décrété, c'est ce que Allah y veut. Ensuite on a, quand on dépasse ce stade-là, on a passé le qism al-mu'amalat, c'est-à-dire de l'interaction et des comportements. Et ça, il a expliqué ce livre dans les durus, on est arrivé à là. Qism al-akhlaq, al-nafs al-kamila, c'est l'âme qui est complète, entre guillemets parfaite, qui est celle qui a le comportement de Nabi alayhi salam. C'est-à-dire c'est notre interaction envers Allah Azza wa Jal et envers les créatures. Donc en tout, il y a 100 degrés. Ça, c'est quand on fait ces degrés, on passe ces degrés par nous-mêmes. Mais si on passe ces degrés par Allah Azza wa Jal, il est possible qu'Allah Azza wa Jal veuille passer du premier au 100, car Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Non. Et donc, il termine en disant que Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui, différemment des autres prophètes, le simple fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam regarde une personne
eh bien, c'est une purification en elle-même. Le seul passage où, comme vous savez, dans Sourate Baqara, Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alayhim ayatika wa yuzakkihim. C'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fait le doua, il a demandé de manière, on va dire, logique, qu'il envoie un prophète qui leur enseigne le livre et la sagesse et qui les purifie. Mais avec le Nabi alayhi salam, c'est différent. C'est le seul prophète qui purifie d'abord avant d'enseigner. Et ça, c'est une spécificité du prophète alayhi salam que peu de gens ont fait remarquer ça. ولذلك يعني غاية مراد الله من عباده المؤمنين أن يصلوا للأخلاق المحمدية. والأخلاق المحمدية يعني تتميز بالرحمة للعالمين. عنده شفقة على كل العوالم، من وافقه ومن خالفه. عنده ثواب. وليس حتى للعوالم التي فيها عند الشعور، بل كان عنده شفقة بالجماد وبالنبات وبالحيوان وبالإنسان عموما، وكان يدعو لمن خالفه ولمن عاداه، فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وهم يعادونه ويريدون قتله. فهذه الأخلاق نادرا ما تجدها الآن في معاملات الناس، إن الإنسان يرحم من يعاديه ويرحم من يخالفه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويدفع السيئة بالحسن. يعني تصور إن واحد يسيء إليك أنت تحسن إليه ابتدائي. هذه الأخلاق اللي هي أصلا دي الأخلاق القرآنية، يدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. فمن منا الآن يرى أناس من المسلمين إذا أسيء إليه يحسن لمن أساء إليه، أو من عاداه يدعو لمن عاداه ولا يعاقب، وإذا تمكن منه لا يعاقب، اذهبوا فأنتم الطلقاء. المسامحة، المواساة، حب الخير للناس جميعا، حسن الظن للناس جميعا، التفاؤل، عدم التشاؤم، استمرار تفاؤل في أحلك الظروف. كان يبشر الصحابة يقول ألا إن نصر الله قريب، وهم محاصرون وهم معادون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق المحمدية التي هي الثقة في الله، حسن الظن بالله، حسن الظن بالخلق، تمني الخير للخلق، عدم معاداة الخلق، النصح للخلائق، عمارة الأرض، المواساة، إدخال السرور على قلب كل مسلم، تربية الأيتام، الشفقة على المساكين، يعطي كل من سأله، لا يرد من سأله إلا ويعطي سؤاله. هذه الأخلاق المحمدية دي الصورة النموذجية الكاملة التي لابد يكون الإنسان في طريقه إلى الله هدف أن يصل إليه. وكلما كنت بعيد عنها تكون بعيد عن الطريق إلى الله، تكون مع النفس الأمارة، وكلما ابتعدت عنها تكون قريب من الله. ولذلك هذا هو التزكية الحقيقية، تزكية النفس، تنقيتها من الأخلاق الذميمة وتحليتها بالأخلاق المحمدية. لا نقول الأخلاق الكريمة، لا، الأخلاق المحمدية. أخلاق سيدنا محمد يعني ليست كريمة فقط، كريمة كاملة عظيمة معظمة. يعني لو قلت أخلاقه كريمة يبقى إيه، ما عبرتش عن حقيقتها كده. ربنا عظمها، ربنا لا يعظم إلا معظم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك يجب أن تكون هدفك في حياتك هو التخلق بالأخلاق المحمدية مع الخلق ومع الحق ومع النفس. وربنا يوفقك. نعم، انشاءاللہ. Donc il nous dit, Cheikh Maulana, que El Raya, notre objectif à tous, doit être d'atteindre le comportement du prophète Sayyidina Muhammad alayhi salam.
Et le comportement du prophète, il se distingue par un rahma lil alamin. C'est une miséricorde pour tous les univers, pour toutes les créatures. Hatta al-mukhalif, même celui qui est contre nous, celui qui nous fait du mal, celui qui nous prive, on lui donne. Celui qui nous fait du mal, on lui fait du bien. C'est par ça que se caractérise le comportement du prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc même envers celui qui lui montre de l'animosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahumma khir li qawmi fa innahum la ya'lamun » ou « Allah pardonne à mon peuple car ils ne savent pas ». Donc il donne à celui qui le prive, etc. etc. Non. Le verset nous dit « Idfa' billati hiya ahsan » et celui qui te fait du mal répond par ce qui est de mieux. Donc il demande qui est-ce qui fait ça aujourd'hui ? Qui est-ce qui a ce comportement aujourd'hui ? Et surtout quand, si tu as la capacité de te venger, si tu as la capacité d'assouvir ta soif de vengeance ou bien de pouvoir répondre au mal qu'on te fait. Non. Et donc le comportement du prophète, alayhi salam, il se caractérise par husnul-dhann, yani la bonne pensée de toutes les créatures, de tous les musulmans surtout et de toutes les créatures. Et de la bonne pensée aussi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être négatif, ne pas toujours voir le mal partout. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est-à-dire le prophète, même dans les plus difficiles situations, il était toujours en train d'annoncer la bonne nouvelle aux sahaba, comme à la bataille de Ahzab par exemple. Il annonçait toujours la bonne nouvelle aux compagnons. Donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle l'imaratul ard, le remplir la terre, d'accord. Chacun dans son domaine, on n'est pas des gens qui n'avons aucun rôle dans la société. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais, c'est des choses qu'on sait, jamais il ne privait celui qui lui demande. Maqal ala qattu, il l'a fait fit tashahhud, il ne disait jamais non. Donc, l'akhlaq al-muhammadiyya, c'est le hadaf. Tous ces comportements du prophète, c'est notre objectif. Et c'est ça la purification de l'âme. La purification de l'âme, c'est d'arriver, l'objectif est d'arriver au comportement du prophète. Donc si plus on est proche du comportement du prophète, plus on est proche d'Allah Azzawajal, plus on est proche de la purification de l'âme. Car Allah Azzawajal, il a vraiment donné l'importance, wa innaka ala khuluqin azim, et Allah Azza wa Jalla qui est l'azim, Allah qui est le grand, a dit que tu as vraiment un comportement grandiose. Et si Allah Azza wa Jalla il dit ça, donc ce n'est pas pour rien. Wa innaka ala khuluqin azim, donc un bon comportement ma'a al-haq, avec Allah Azza wa Jalla, et ma'a al-haq, et avec les créatures. Donc ma'a al-haq, ma'a al-haq, et ma'a an-nafs, wa ma'a an-nafs, et avec soi-même. Donc le bon comportement avec Allah Azza wa Jalla, le bon comportement avec les créatures et le bon comportement envers nous-mêmes. وانظر للآية من لطائف اللغة فيها وإنك الواو واو القسم يعني الأول يقسم وإن للتوكيد وكاف الخطاب لحضور الشخص المعظم في حضرة مولاه. وبعدين لا على لم توكيد بعد التوكيد يعني القسم توكيد وإن توكيد وكاف الخطاب المتصلة بيان قرب مقامي ثم يؤكد مرة أخرى بلام لا على ما قالش على لا على يعني كأنها أقصى مرتين يعني شوفوا كم حاجة. وبعدين قال لا على ما قالش إنك متخلق بالخلق العظيم قال لا على يعني أنت فوق متعالي على الخلق العظيم مستقر مستوي على عرش الخلق العظيم. انظر إلى التركيب العبارة حتى تعلم أن أخلاق النبي لا توصف بالعظمة فقط، لا، ده هو متعالي على الخلق العظيم، يعني هو مستقر عليه مستوي عليه. فكل ده يدلك على عظمة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم إننا مأمورين بالتخلق، لأن التخلق ممكن يأتي بالتطبع، لكن مش مأمور أنك أنت تكون شبه النبي في صورته. النبي في صورته أجمل الخلق،
فأنت ليس لك يعني قدرة أن تغير صورتك التي خلقك الله عليها، لكن تستطيع أن تغير سريرتك وسيرتك، فهذا هو المحل التغيير المطلوب منك، لأنك أنت لا تتشبه بخلقة النبي، لأن ليس لك اختيار في اختيار خلقتك، لكن تستطيع أن تتشبه بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هو المطلوب، كلما تخلقت بأخلاقه كلما اقتربت منه منزلة يوم القيامة. Le Cheikh continue en parlant du verset dont on parlait dans le premier verset de Sourate An-Nun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Donc là il donnait une précision linguistique qui nous permet de comprendre vraiment en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Tu es certes sur un noble comportement. Donc évidemment, il y a que en langue arabe qu'on peut comprendre la subtilité de ce qu'il était en train de dire. Mais quand on voit le verset wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tu es sur un bon comportement, en fait c'est comme si il était encore au-dessus de cela, c'est-à-dire c'est pas seulement il a un bon comportement, c'est qu'il est même au-dessus du bon comportement, comme s'il était établi mustawin 'ala al-khuluqin 'azim. Donc c'est pas seulement al-'azam. Et il nous disait que le comportement c'est la chose sur lesquels on peut travailler, c'est la chose qu'on peut changer. On ne peut pas changer notre aspect physique, d'accord ? On ne peut pas changer notre aspect physique, notre couleur de peau, etc., notre origine, etc. Mais on peut changer notre comportement, et c'est sur ça que on doit travailler. ولكي نتخلق لابد أولا أن ندرس سيرته دراسة متوسعة ولا نكتفي بقراءة الكتاب وحده السيرة. لأن كل كتاب تناول سيرته من جانب من جوانبه وجوانبه من كل الجهات متكاملة كاملة، ولذلك وجب على كل مسلم من أشد الواجبات زي ما بيقرأ كده نواقض الوضوء عشان يصح وضوءه، ويقرأ أركان الصلاة وأدبها وموقفها ونواقض الصلاة عشان يصلي صلاة صحيحة، لن تصل ثمرة الصلاة والعبادة وكل الحاجات دي ثمرتها أن تتخلق، لأن طاعة الله تجنبك عقوبته، والأدب مع الله يرفع قدرك عند مولاك، فإذا صليت يجنبك صلاتك تجنبك العقوبة على تركها، إذا رعيت الأدب والتخلق مع الصلاة يرقيك. فالترقية لا تكون إلا بالأدب والخلق، وتجنب العقوبة يكون بأداء الفرائض والعبادات. فكثير من المسلمين لأن مهتم بأداء الفرائض والعبادات ليتجنب فقط، ولكن لا ترك، تجده يصلي بقاله 50 سنة وأسلوبه وتعامله مع الناس كما هو، فيش ترك. وإحنا عايزين نقترب من هذا الكمال المحمدي بقدر طاقتنا، حتى ما يعني نستغل لحظات عمرنا حتى نقترب ونصل إلى أقرب ما يكون. فلا تضيع وقتك في تنافس على الدنيا أو تقصير أو حتى اهتمام بالعبادات دون مراعاة الأدب في أداء العبادة. فلازم الواحد يعهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا العبادة والإقبال على الله علمنا الأدب مع الله. فطرق التصوف ميزتها أنها تلفت انتباهك للأدب، والفقهاء يلفت انتباهك لصحة العمل. فالعمل الصحيح يكون مقبول، والعمل الصحيح اللي فيه أدب يكون مرقي في كمال في الكمالات. فإذا أردت أن ترتقي عليك أن تراعي الأدب، وتراعي الأدب يعني معناه صلوا كما رأيتموني أصلي، زي برضو تخلقوا مع الخلق كما رأيتموني أتعامل مع الخلق. زي ما انت بتصلي زي النبي، شوف النبي كان بيتعامل مع عدوه ازاي، مع صديقه ازاي، مع الصغير ازاي، مع زوجته في بيته ازاي، مع اولاده، مع خدمه، مع الناس، كل دي عبادات، كل دي ابواب كبيره من العبادات. وانت بتعامل ابنك وبتعامل زوجتك وبتعامل صديقك في العمل وجارك، كل دي عبادات مهمه. دلوقتي المسلمين مهتمين بالعبادات الظاهره فقط،
وناسي عبادة المعاملات، مع إن عبادة المعاملات ترقيك وعبادات الظاهرة تنجيك. فرق بين النجاة والترك. حتى إن رب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة، يعني الصلاة الصحيحة قد تكون صحيحة للمقبول، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي، خلقي ورحم الأرملة والمسكينة وابن السبيل. يعني إن لم يكن في قلبك شفقة ورحمة وتواضع على الخلق، ربنا ما يقبلش صلاتك وإن كانت صحيحة على المذهب الفقهي. فالحكاية كلها مش مسألة إن أنا أحصل صحة العبادة، لا، أنا أريد أن أحصل سبب قبول العبادة حتى تكون فيها فائدة. وهذا لا يكون إلا بالتخلق بالأخلاق النبوية المحمدية، تعاملا مع الخلق بالرحمة والشفقة والتواضع وحب الخير لهم والنصح والإرشاد، وتعاملا مع النفس بدوام الإقبال على الله، وتعاملا مع الله بدوام الإقبال مع الله ومع النفس بدوام تزكيتها حتى نهذبها. يبقى أدي الأخلاق المحمدية: تهذيب النفس، الإقبال على الله، النصح للخلائق. نعم. Donc, le chef nous explique que on doit éduquer, on doit s'éduquer donc avec pour avoir le comportement du prophète A.S. Donc il faut étudier la biographie du prophète A.S. mais l'étudier sur tous ses angles. C'est vraiment une des plus grosses obligations d'étudier la biographie du prophète A.S. donc sur tous ses angles pour obtenir ce qu'on disait avant. Pour obtenir donc le comportement du prophète A.S. Au même titre qu'on apprend à faire nos ablutions afin que nos adorations soient acceptées, on doit apprendre la biographie du prophète A.S. et son comportement. Et c'est le fruit de son comportement. Le fruit de son comportement, c'est donc le edeb. Et donc le edeb, en fait, nous explique que le edeb avec Allah Azzawajal, c'est ça qui nous fait élever des degrés. Donc, la partie importante de ce qu'il nous disait, c'est que le fait de faire les adorations comme il faut, ça nous préserve. Yunadjik, ça nous préserve, ça veut dire que si tu fais ta prière, tu es préservé du châtiment de celui qui ne fait pas la prière. Ça, c'est une chose. Mais une fois que tu fais cette prière-là, il faut avoir le comportement qui va te faire élever en degré. C'est ça qu'il nous explique. Donc avec le comportement ma'annas. Donc les savants nous expliquent comment faire la prière, comment elle soit correcte, mais le soufisme, ça t'apprend comment cette adoration elle va être acceptée. Et comme il est dit dans le hadith, un hadith qui est rapporté, j'accepte la prière de celui qui a de la modestie envers les gens, de ceux qui font les adorations. Et beaucoup de gens donnent l'importance aux adorations en tant que telles, mais ne font pas attention au adep. Et donc c'est ça le fond de ce qu'il a, de ce qu'il explique. Donc. ولكن احنا الان لا نريد ان نطيل كثيرا في الكلام، لكن المقصود اننا لن نخرج من الكلام والسماع والاعجاب بالكلام، اننا نحول حياتنا الى منهج نبوي. يعني يحصل التغيير في نظرتك للحياه ونظرتك للتعامل مع الناس، لابد ان تتغير ولا تستسلم لطباعك الذي طبعت عليه. ربنا خلقك بطباع معينه وجعلك تنظر إلى أخلاق النبي وتقارن طباعك بطباعه. كلما كنت بعيدا عنها عليك أن تطبع نفسك. إذا كنت غضوب عليك أن تعلم نفسك الحكمة، ولا تقول أنا طبعي كده، أنا أغضب، أعمل إيه، خلقني هكذا. لا تقل كذلك،
لأن الله سبحانه وتعالى خلقك غضوب غضوب حتى تمارس الحلم، الحلم بالتحلم والقوة، القوة الحقيقية وأن تملك نفسك من الغضب. يبقى خلقك غضوب حتى تتصارع مع هذا الغضب في نفسك، فتنتصر عليه بالحلم والعفو والصفح، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالخلاصة أننا مش أننا فقط نعجب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها علشان نعجب بها فقط، لا، نقرأها علشان نقارن نفسنا بهذه الأخلاق بحيث تتحول بعد ذلك إلى سبب ودافع وطريقة ومنهج يغير حياتنا إلى حياة أحسن، وحتى نقترب من هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقنا. لذلك كله اللي بيعيننا على هذا مع دراسة أحواله كثرة الصلاة والسلام عليه والدعاء وقيام الليل وتحري أسباب قبول الدعاء، لأن الأمر كله لابد أن يكون بالتوفيق بالله وليس بنفسك. فأنت تستعين بالله ولا تعجز ولا تنظر لنفسك وعجزها، ولكن انظر إلى الله وقدرته وفضله وكرمه. فكلما فشلت في موقف عليك ألا تيأس، حاول مرة أخرى، استعين بالله، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فلابد أننا يبقى عندنا هذه الهمة والمحاولة ودوام المحاملة والمحاولة وعدم اليأس حتى نصل للمرحلة التي نكون أهلا، لأن ربنا يجذبنا إليه من أنفسنا ومن مساوينا ويجبر هذه النقائص بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكثرة ذكره والصلاة والسلام عليه وكثرة الدعاء. يعني كان كثير من الأولياء كانوا يقول إيه، اللهم علمنا الأدب، كان كل دعوته كده، اللهم علمنا الأدب بس، ما ليش إلا كده، لأن الأدب، أداء الصلاة في وقتها أدب، أداء الزكاة في المال الحلال أدب، الصيام أدب، التعامل مع الناس أدب، الزواج أدب، العمل أدب، الطعام أدب، النوم أدب، اليقظة أدب، كل حاجة من هذه الأنشطة اللي احنا بنعملها كل يوم متعلق بها أدب كثير. فما تقول اللهم علمنا الأدب، يعني بقيت في الأخلاق إن أدبني ربي فأحسن تأديب. فخلاصة ما نقوله أننا نتأدب، نكون مؤدبين مع النفس ومع الحق ومع الخلق على وفق المنهج المحمدي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم وجزاكم الله خير، ولا نريد أن نطيل عليكم، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والتخلق بالأخلاق النبوية. نعم، بشكل مجيد. L'objectif, c'est pas seulement qu'on soit, qu'on apprécie d'écouter des bonnes paroles, ou bien qu'on apprécie d'observer le comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit, mashallah, qu'est-ce que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était merveilleux, etc. Ça, c'est une chose, c'est très bien. Mais l'important, c'est que nous, on se compare au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ne se soumette pas à notre nature, que tu te dises, moi, je peux rien y faire, je suis colérique, je ne peux pas changer. Il ne faut pas se dire ça. Il a dit, pour avoir la douceur, il faut se forcer à être doux. Donc c'est ça l'objectif. Non. Il ne faut pas dire, Allah Azza wa Jalla, il m'a créé colérique, donc je ne peux pas changer. Il faut qu'on essaye de surpasser cela. Et comment ça se fait cela? Donc en priant beaucoup sur le prophète et en faisant qiyam al-layl et en demandant le tawfiq d'Allah Azza wa Jal et pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que pour atteindre ce bon comportement, il ne faut pas qu'on se base sur nous-mêmes, mais qu'on se base sur le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si des fois on échoue, par exemple on fait des tentatives de se corriger, mais qu'on tombe, on essaye et on tombe, on essaye et on tombe, eh bien il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager encore une fois, parce que ce n'est pas par nous-mêmes de toute façon qu'on va y arriver. Donc si on regarde la puissance d'Allah Azza wa Jal,
eh bien, on aura toujours de l'espoir. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, احرص بما ينفعك ولا تعجز. Accroche-toi à ce qui t'est bénéfique et ne sois pas faible. Et donc, il y avait parmi les awliya certains qui demandaient seulement, ils faisaient une seule invocation, Allahumma alimni al-adab. Oh Allah, apprends-moi le comportement. Car comme on observe, le comportement, il est dans toute chose. La prière en son temps, c'est un comportement. Le siyam, le jeûne, comme on a dit, c'est une adoration en tant que telle, c'est-à-dire si tu l'as fait, tu es préservé du châtiment. Mais une fois que tu fais ce jeûne, il y a des adab avec. D'accord. Donc le siyam, c'est plein de edeb et de comportements. Lorsqu'on va, le fait de dormir, ce sont des comportements. Donc toute action qu'on fait, ce sont des comportements. Donc tous les comportements qu'on connaît de toutes les situations de notre vie, de notre réveil jusqu'au soir, eh bien c'est ça qu'on doit essayer d'avoir. Et Nabi sallam a dit Addabani Rabbi fa asana ta'dib. Allah azza wa jalla m'a éduqué et de la plus belle manière. Donc, il a dit, le but, c'est pas de parler longtemps, mais c'est vraiment qu'on essaye de réfléchir à ces quelques paroles et de les pratiquer en nous-mêmes. Allah 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 Allahumma salli ala al-Mustafa. Allah.
اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا السبيل تحيرت فيه فكيف السبيل لوصل النزيل حبيب الجميل، لوصل النزيل حبيب الجميل، اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا لا إله إلا الله.
محمد رسول الله عليه صلاة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة على ذكر الحبيب صلى الله والسلام عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذا المكان، وأن يبارك في ذويكم، وأن يوفقكم لصالح الأعمال، وأن يحميكم ويحمينا ويحمي ذرياتنا وأحبابنا من فتن زماننا، وأن يجنبنا كل ما يبعدنا عنه وعن حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بالأخلاق التي جعلنا محل نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه فينا، وأن يأخذ بأيدينا إليه. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج كل كرب وبلاء ومحنة عن كل مسلم في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وانصرنا على أعدائنا أعداء الدين يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشغل الظالمين بالظالمين، وتهلك الكافرين بالكافرين، وتخرج المسلمين من بينهم سالمين ظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما بدأتنا مسلمين يا مبدئ يا معيد، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وأعدنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه، وخذنا إليك مما أقمتنا فيه إلى ما لا يشغلنا عنك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمنا الله. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعتنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها وغائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا من كل سوء. اللهم احفظنا في أنفسنا وذريتنا وأبنائنا وأمهاتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين والحرمين الشريفين من كل بلاء وفتنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك صلى الله عليه وآله وسلم نستغيث، فأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة، ولا تحمل عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام كل عام وكل عام، ووفقنا لما تحب وترضى، ويسر لنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين قبل أن نتوفى، وحرره من الناس اليهود يا رب العالمين. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.